نعم، ثم بعده مسألة العارية. نعم، أقرأ شيئا منه. باب في العارية، عارية أو عارية بتشديد الياء وتخفيفها، وهي اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الاندفاع بما يحل الاندفاع به مع بقاء عينه ليرده. نعم، هذا هو عقد اليعرض. إما يطلق هذا الاسم لشيء يعار، يعار يعني يؤخذ بعقد الإجارة أو شيء ينقد يصدق عليه يقع عليه عقد الإعارة، لهذا الشيء يقال إعارة، وكذلك يقال لهذا العقد. إذن أي عقد؟ بيان العقد هذا هو متضمن، المتضمن لإباحة الانتفاع، هذا هو الفرق بين الإجارة والإعارة. في الإجارة يكون ملك المنفعة، هو يملك المنفعة ثم يتصرف في المنفعة كيف يشاء، يجوز له إجارة هذا بيع هذه المنفعة لآخر، إلى يقال إجارة على إجارة. أما في الإعارة لا يكون ملك المنفعة، بل هو يجوز له الاندفاع فقط، إباحة الاندفاع، إباحة المنفعة أيضا ليس موجود، بل إباحة الاندفاع فقط. بأي شيء؟ بما يحل الاندفاع به مع بقاء عينه، يبقى العين. فإذا لو كان يهلك العين لا يكون هذا إعارة. لماذا يبقى العين؟ ليرده بعد الاندفاع بهذا العين، يرد العين. نعم، يستعمل يرد نفس العين. أما في الإجارة يرد بدله. لا، في القرض يرد بدله، هذا ليس هذا إعارة، يعني يخالف يفارق القرض وكذلك يفارق الإجارة. في الإجارة يعني هو يملك المنفعة، لكن لأجل استيفاء المنفعة يأخذ هذا العين ويرده. أما في القرض هو لا يرد العين، بل يرد بدله فقط. وهنا يرد نفسه بعد الاندفاع ليرده. هذا مشتق من عار، من عارة، عارة فعل ماضي، لذلك فسره بفعل ماضي. ذهب وجاء بسرعة، ذهب وجاء بسرعة، من ذلك مشتق يعني كلمة العارية. فإذا كأنه يذهب ويأتي بسرعة، يؤتى ويرجع بسرعة، العارية هكذا. لا من العاري، بعضهم قال أنه من العار، عار بمعنى هو عيب. لماذا سميت العارية عارية؟ بأن طلب العارية عيب، هكذا هم توجهوا، لكن ليس كذلك. لأن العارية عينه واو، وعار واو عينه ياء، هكذا يعني رد هذا القول. وهي مستحبة أصالة لشدة الحاجة إليها، وقد تجب، هذا أصالة سنة مستحبة، لكن في بعض الأحيان تجب، هذا الذي قال وقد تجب، هذا محترز قوله أصالة. كإعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه، وهذا واجب. وما ينقذ غريقا، كذلك آلة تنقذ غريقا، إعارته واجب. أو يذبح به حيوان محترم يخشى موته، فإذن إعارة هذا السكين واجب. نعم، هكذا. ثم صح من ذي تبرع إعارة عين غير مستعارة لاندفاع مع بقاء عينه مملوك. من أهل التبرع يعني البالغ الرشيد، سبق أن بينا، منه يصح إعارة عين، يؤتى عين على طريق الإعارة.
ينبغي أن تكون إعارة غير مستعارة، يعني أنا استعرت من آخر عين، هل يجوز لي أن أعير هذا العين؟ لا يجوز لي. هذا سيأتي فيه تفصيل حقيقة، لو كان مع إذن المعير يجوز وإلا لا يجوز. فإذا هذا الاستثناء بناء على الإعارة المطلقة لا يجوز، نعم، لاندفاع مع بقاء عينه. لماذا يعير العين؟ لاندفاع مع بقاء عينه، اندفاع مملوك، مملوك ذلك الاندفاع، هذا اندفاع كان ملكا، فإذا أعار لأن يندفع بهذا الاندفاع المملوك، ولو بوصية أو إجارة أو وقف، فهذا اندفاع كيف كان مملوكا؟ إما بالوصية أو بالإجارة أو بالوقف، على أي طريق كان، يعني لا حاجة إلى ملك الاندفاع بملك العين في الوصية والإجارة والوقف، لا يكون ملك العين في بعض الأحيان في الوقف أيضا، نعم، أما في الإجارة لا يكون ملك العين، وصية وقف في بعض الأحيان لا يكون ملك العين، في بعض الأحيان يكون ملك العين، لا كل أحيان ملك العين ليس بشرط بل يكفي ملك الاندفاع، وإن لم يملك العين، نعم، لأن العارية ترد مع ترد على المنفعة فقط، لا ترد على العين، لأجل ذلك لا حاجة إلى ملك العين. ثم وقيد ابن الرفاع رحمه الله صحتها من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا. قال الأسنبي رحمه الله يجوز للإمام عمارة بيت الماء. ثم قيد ابن الرفاع رحمه الله صحتها، صحة الإجارة، ممن؟ من الموقوف عليه. متى يصح من الموقوف عليه؟ بما إذا كان ناظرا، لو كان ناظرا يصح منه إجارة المال الوقفي، وإلا لا يصح، هكذا قال. لكن المصنف أطلق أولا، فيعير مستأجر وموصى له بالمنفعة وموقوف، وموقوف عليه إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه. فإذا لو شرط الواقف أن يستوفي منفعته الموقوف عليه بنفسه فلا يجوز له إعارته هنا، وإلا يجوز، هكذا الإطلاق. لكن عند ابن الرفاع رحمه الله لو كان ناظرا يصح وإلا لا يصح، هكذا قال، يعني إجارة الموقوف عليه لا يجوز عنده مطلقا إلا إذا كان ناظرا يجوز له. قال الأسنبي رحمه الله يجوز للإمام إعارة بيت المال، هذا مسألة أخرى، نعم، مباح لاندفاع مملوك مباح، فلا يصح إعارة ما يحرم الاندفاع به كآلة لهو ثم وفرس وسلاح لحربي، لحربي يرجع إلى الفرس والسلاح، ما آلة لهو للجميع مطلق، وكعمة مشتهاة لخدمة أجنبي، هذا أيضا لا يجوز، مشتهاة يعني قريبة البلوغ، نعم، وإنما يصح الإجارة من أهل تبرع بلفظ يشير بإذن فيه كأعرتك، الباقي من قوله، وإنما يصح الإعارة من أهل تبرع، من أهل تبرع يصح الإعارة، فإذا من غير أهل تبرع لا يصح، من أهل تبرع، فإذا لا يصح من صبي، ولا يصح من سفيه ومحجور عليه، هكذا ما هذا يصح من أهل تبرع بلفظ.
بالإعارة يجب صياغته. هذه الإجابة. نعم. بلفظ يشعر بإذن فيه. يشعر بإذن فيه أي الاندفاع. ينبغي لفظ. مثاله كأعرتك وأبحتك منفعته وكأركب وخذه لتنتفع به. هكذا ينبغي من المعير هذا اللفظ. ما يقول أعرتك هذا صريح. أعرتك منفعته هكذا. إما يقول أعرتك هذا يعني هو يعين ذلك شيئا يشير إليه، أو يقول أعرت منفعته، أو يقول أبحتك منفعته. في الإعارة إما يعني المقول هذا أو منفعته، أما في الإباحة أبحتك هناك يعني أبحتك منفعته. ثم اركب، هذا إذا اركب هذه الدابة وهذه السيارة، هذا إذا يعتبر صيغة للإعارة، أو صيغة أخرى خذه لتنتفع به. ويكفي لفظ أحدهما. نعم. وهنا لا يحتاج إلى قبول، بل يكفي الإيجاب فقط. نعم. بخلاف الإجارة، في الإجارة يجب الإيجاب والقبول، أما هنا يكفي الإيجاب. لفظ أحدهما مع فعل الآخر. إذن هنا ذكر لفظ أحدهما، لا يتعين لفظ المعير، بل مثلا المستعير طلب من المعير أن يعطيه، فإذا أعطاه على كذا، ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير. نعم، هذا محترز لقوله السابق. عندما بين صحة الإعارة قال صح إعارة عين غير مستعارة، هكذا ذكر. فإذا لو كانت العين مستعارة هل يجوز إعارتها ولا يجوز إعارتها؟ نعم، يجوز إعارتها بقيد، هذا الذي يقول، ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير. فإذا لو أذن المعير تجوز تصح إعارة على إعارة. نعم. أما في الإجارة هذا ليس بقيد. ثم وله إنابة ما يستو من يستوفي المنفعة له، كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله أو دونه لحاجته. فإذا هل يجوز الإبدال، إبدال مستوفى؟ يعني ذكرنا فيما مضى مسألة الإبدال. هنا مسألة إبدال المستوفي، مثلا يركب دابة استعارها، يعني رجل استعار دابة ثم أركبها من هو مثله أو دونه، أيجوز هذا الإركاب بدلا عنه؟ هذا الذي قال له إنابة من يستوفي المنفعة له.
لكن هناك شرط، وأشار المصنف إلى هذا الشرط بقوله مثله أو دونه، معناه ألا يكون ضرر زائد على استعمال المستعير. مستعير كيف يستعمل؟ وإذا كم تتضرر الدابة؟ ينبغي ألا يكون في الإنابة ضرر أكثر من هذا، لذلك قال مثله أو دونه. فإذا هذا المثل أو كذلك الدون يعتبر بحجمه وكبره ووزنه وثقله هكذا. ثم لماذا يركب لحاجته؟ له إنابة من يستوفي المنفعة، هذا جائز. لماذا؟ لحاجته هكذا يحتاج. ثم ولا يصح إعارة ما لا يندفع به مع بقاء عينه. هذا أيضا مشترط محترز لبيان قوله لاندفاع مع بقاء عينه مملوك ذلك الاندفاع، هكذا ذكر فيما مضى. فإذا لو كان هذا الشيء لا يبقى عينه بالانتفاع، بل بالانتفاع يهلك عينه، فلا يجوز الإعارة. ولا يصح إعارة ما لا يندفع به أو لا يندفع به مع بقاء عينه، مثلا كالشمع للوقود يعني للإيقاد، لاستهلاكه يعني لو يعني أوقد هذا الشمع يستهلك، فإذا لا يجوز. ومن ثم صحت للتزين به، فإذا هذا للوقود، وقود بضم الواو بمعنى اللقاء، للوقود لا يجوز. فإذا لو كان للتزين به يجوز، لماذا؟ هذا التزين يبقى معه الشمع، لذلك يجوز. كالنقد، النقد يجوز الإعارة، لماذا؟ يبقى الانتفاع به. النقد يعني يزين به ويبقى ذاته عينه يندفع به. ثم وحيث لم تصح العارية فجرت لمنت. فيما مضى بين المصنف شروط صحة الإعارة، فإذا لو خالف شرطا من هذه الشروط تكون الإعارة فاسدة. ماذا هو حكم الإعارة الفاسدة؟ هذا الذي قال وحيث لم تصح العارية فجرت، يعني بخلال شرط من شروط العارية جرت العارية ضمنت. لأن للفاسد حكم صحيحه، نعم، هذا يد الإعارة يد ضمان. لو فسدت الإعارة فحكمها حكم الإعارة الصحيحة. فإذا في الموضعين ضمان موجود. وقيل لا ضمان، هنا في المسألة خلاف، قيل لا ضمان لأن ما جرى بينهما ليست بعارية صحيحة ولا فاسدة. يعني عندما اختل شرط من شروط العارية فهذه ليست بعارية صحيحة ولا فاسدة أيضا. أما لو لم تكن صحيحة ولا فاسدة فكيف لا يكون ضمان؟ يعني في الحقيقة لم يتم التعليل هناك، بل هناك يبقى جزء كما ذكره في التحفة، وهو ذكر بعده ومن قبل مال غيره بإذنه لا لمنفعته كان أمانة، هكذا قال. من قبل مال غيره، كيف قبل؟ بإذنه. لماذا قبل؟ لا لمنفعته. لو قبله لمنفعته يكون عيارة صحيحة، لكن هنا ما قبل لمنفعته كان أمانة، فإذا هذا من ذلك القبيل، نعم، فلا ضمان. وقال ولو قال
يحفر في أرضي بئرا لنفسك، هكذا أمر رجل آخر أن يحفر بئرا في أرض الأول العامري، ثم البئر لمن؟ للثاني للمأمور، فحفر لم يملكها، لا يملك البئر، ولا أجرة له على العامري، هل يجب على العامري أجرة الحفر للمأمور؟ لا يجب. فإن قال يعني أجرة تجب لو شرطت كما سبق أن ذكرنا، يعني في باب الإجارة ذكرنا الأجرة لا تثبت لا تجب إلا بالشرط، فإذا هنا لم يشترط الأجرة. ولو قال احفر في أرضي بئرا لنفسك فحفر لم يملكها ولا أجرة له على العامل، فإن قال أمرتني بأجرة، يعني المأمور ادعى هكذا أمرتني بأجرة، فقال مجانا، يعني عامر قال أمرتك مجانا، صدق العامر ووارثه، نعم، يعني هو الذي يعلم نيته، ولو أرسل صبيا ليستعير له شيئا لم يصح، ولو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه هو ولا مرسله، كذا في الجواهر. يعني هنا أولا حينما ذكر في الإعارة الفاسدة اللمانة نقل الخلاف وقال وقيل لا ضمانة، ثم قال هذه ليست بعارية صحيحة ولا فاسدة. لماذا؟ العارية حقيقتها إباحة الاندفاع بما يحل الاندفاع به، وهذا ليس كذلك، لأنه وقيد قيد من القيود، يعني لا يحل الاندفاع به، حينما كانت فاسدة لا يحل له الاندفاع به، فلم توجد هذه الحقيقة، بل هذا مجرد قبل مال غيره بإذنه فقط، لذلك قالوا لا ضمان. ثم بعد ذلك بالنسبة إلى حافر البئر هذا ليس إعارة، البئر ليس ملكا، لم يملكها أي البئر الحافر لعدم شروط البيع، هل تكون عارية أو لا؟ عارية يعني ما هو حكم الأرلي؟ مصنف قال لم يملكها يعني لم يملك البئر، لماذا؟ ليس هنا يعني شيء من أسباب التمليك من أسباب البيع وغيره، فإذا الحفر لم يملكها، ما هو حكم الأرلي؟ الأرلي يعني إعارة، لذلك ذكر هذه المسألة في باب الإعارة، يعني أرل إعارة، إعارة الأرل صحيحة أيضا، وإعارة الأرل لحفر بئر فيها صحيحة كما في النهاية، ونسها وفي الروضة عن البيان لو أعاره أرلا لحفر بئر فيها صحا، فإذا نبع الماء جاز للمستعير أخذه لأنه مباح بالإباحة. نعم. ثم بعده يعني مسألة الصبي، ولو أرسل صبيا ليستعير له شيئا، استعير له يعني للمرسل، هكذا عادة يجري، الآباء والأمهات يرسلون لهذا الاستعارة شيء من الجيران وهكذا، فإذا لم يصح، يعني هذا ليست استعارة صحيحة، لم يصح، لذلك فلو تلف في يده،
إما هذا الشيء يعني هذه الإعارة تلفت في يد الصبي أو هو أتلفه هل يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن الصبي ولا مرسله، ليس أحد لا يضمن. لماذا لا يضمن الصبي؟ هذا المالك سلطه عليه، المالك سلط الصبي على هذا المالك والذي أتى في يده، فإذا لا يضمن الصبي. ثم لا يضمن المرسل أيضا، يعني لأنه لم يدخل في يده، نعم، يعني قبل أن دخول قبل أن يدخل هذا الشيء في يد المرسل لو أتلف أو لو تلف لا يضمنه، لأنه لم يدخل في يده، نعم. ثم كذا في الجواهر، هكذا في الجواهر، هكذا قال، لكن نلر غيره في قوله أو أتلفه، والنلر واضح. إذ الإعادة إعارة ممن علم أنه رسول لا تقتضي تسليطه على الإطلاق، يعني هذا المعير لو علم أن هذا الصبي وهو مرسل من فلان ثم أتى في يده هذا الشيء الإعارة، لا يقال في حقه أنه سلط الصبي على ماله على شيء مملوك له، فليحمل ذلك على ما إذا لم يعلم أنه رسول، هكذا ذكر في التحفة. إذا الذي ذكر في الجواهر ليس على الإطلاق، يعني لو لم يعلم أن هذا الصبي جاء من جهة رجل آخر، عندئذ يكون هناك تسليط ويكون هذا لغو. ثم ويجب على مستعير ضمان قيمة يوم تلف للمعار إن تلف كله أو بعضه في يده ولو بعافة من غير تقصير بدلا أو أرشا، وإن شرط عدم ضمانه لخبر أبي داود رحمه الله وغيره العارية مضمونة. هذا في يد المعاري أو يد الإعارة يد ضمان، ليس مثل الإجارة، أما في الإجارة هذا يد يعني يد أمانة، في الوديعة هكذا يد أمانة، أما هنا يد ضمان، هذا الذي قال على ويجب على مستعير ضمان قيمة يوم تلف، القيمة يعتبر يعني في يوم تلفه لا يعتبر يوم قبله. يوم تلف للمعاري إن تلف كله أو بعضه في يده ولو بعافة من غير تقصير، وهذا يد الضمان، لذلك لا حاجة في الضمان إلى تقصير منه، بل بدون تقصير يضمن. أما لو كان اليد يد أمانة فهو يضمن بتقصير منه، لذلك قال من غير تقصير. هذا الضمان واجب بدلا أو أرشا، يعني لو تلف كله فيجب أن القيمة بدلا، لو تلف بعضه فتجب القيمة أرشا، أرشا يعني هذا ما نقص من قيمته بسبب التلف جزئه، هذا هو الأرش. وإن شرط عدم ضمانه يجب، هذا مبالغة في الوجوب، لماذا؟ لأن هذا نص ثبت في خبر أبي داود وغيره العارية مضمونة، ما معنى مضمونة؟ أي بالقيمة يوم التلف لا يوم القبض، في المتقوم وبالمثل في المثلي على الأوجه. ضمان قيمة
ذكر المصنف يعني مسألة المتقدم فقط وهنا ثم سيأتي مسألة المثلي. نعم، إذن أولا قال مسألة المتقدم، ليس معناه أنه يضمن بالقيمة لو كان متقدما أو مثليا، ليس كذلك، بل هذا لو كان متقدما يضمن بالقيمة، لو كان مثليا يضمن بالمثلي. متقوم على الأوجه وبالمثل بالمثلي على الأوجه، وجزم في الأنوار يلزم بلزوم القيمة ولو في المثلي، هكذا خلاف. فإذا في المتقوم اتفاق، أما في المثلي خلاف، بأي شيء يكون الضمان؟ هل الضمان بالمثل أو بالقيمة؟ جزم في الأنوار يعني أن الضمان بالقيمة جميعا. ثم كخشب وحجر، هذا مثال للمثلي. فإذا الرجل استعار خشبا أو استعار حجرا ثم تلف، مثلا هذا خشب يعني احترق، أو حجر انكسر، وهكذا تلف، فيجب عليه المثل على الراجح. أما عند الإمام كما ذكر في الأنوار يجب القيمة. ثم وشرط التلف المضمن أن يحصل لا باستعمال، هذه هي الإعارة. لماذا؟ لأجل الانتفاع به. فإذا لو تلف بهذا الاستعمال المأذون، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، بل بغيره تلف عندئذ يضمن. لذلك قال وشرط التلف المضمن، مضمن يعني الذي يجعل المستعير ضامنا أن يحصل التلف لا باستعمال، وإن حصل معه، ممكن هذا حصل هذا التلف مع الاستعمال لكن ما حصل بالاستعمال. استعمال هناك قيد، استعمال مأذون فيه. هذا الذي يقول بعده، فإن تلف هو أو جزءه باستعمال مأذون فيه كركوب أو حمل أو لبس ارتيدا فلا ضمان للإذن فيه. وكذا لا ضمان على مستعير من نحو مستأجر إجارة صحيحة. فإذن لو كان بالاستعمال المأذون فيه لا يضمن. كذلك هناك بعض الصور لا يضمن فيها المستعير، صورة أولى هذا، وكذا لا ضمان على مستعير، واستعار من نحو مستأجر، مستأجر. فإذا رجل أولا استأجر عينا ثم أعارها، فهل يجب على هذا المستعير ضمان؟ لا يجب عليه ضمان. لماذا؟ ثم إجارة صحيحة فلا ضمان عليه، لأنه نائب عنه. من هذا المستعير؟ نائب عنه عن المستأجر، وهو لا يضمن، والمستأجر لا يضمن، فكذا هو يعني نائبه أيضا كذلك، لذلك كلاهما لا يجب عليهما الضمان. ثم ذكر هناك من ناحب مستأجر، من المراد بالناحب؟ قال البلقيني رحمه الله والضابط لذلك أن يكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له، فإذا أعار لا يضمن المستعير منه. هكذا ذكر الضابط،
مثاله هذا كمستحق منفعة بنحو صداق أو صلح أو سلم. هكذا ذكر في التحفة، بينه الشرواني بالنقل عن مغني والنهاية بأن أصدق زوجته منفعة. رجل تزوج امرأة على منفعة، ثم هذه الزوجة يعني أعارت هذه المنفعة، فالمستعير لا يضمن ذلك. أو صالح على منفعة، يعني رجلان تخاصما في حق ثم بعد ذلك صالح على منفعة. أو جعل رأس مال السلم منفعة، فإنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لا يضمن على الصحيح. رأس مال السلم جعل منفعة ثم بعد ذلك سلم هذه المنفعة، رأس مال يجب تسليمه عند العقد هكذا قبل التفرق سلم. فإذا ذاك الرجل يعني جعله إعارة لآخر لا يضمن. ثم وكذا مستعار لا قبله، أو في معنى المستأجر الموصى له. فإذا هذا أيضا داخل في ضمن قوله من ناحية مستأجر، وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة. رجل عندما احتضر حضره الموت ماذا أوصى بمنفعة لبعض ممتلكاته وموصى له بالمنفعة، هو بمنزلة المستأجر. فإذا هذا موصى له أعار هذه المنفعة لشخص فلا يضمن، والموقوف عليه كذلك رجل وقف عليه شيء، هذا الموقوف عليه لو استعار المال الموقوف، لو أعار المال الموقوف لا يضمن المستعير منه. ثم وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه. ثم رجل آخر ليس عليه ضمان، من هو مستعير؟ كذا مستعار لرهن واستعار الرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه، يعني على المرتهن كالراهن، يعني كما لا ضمان على الراهن كذلك لا ضمان على المرتهن. من هو الراهن في هذه الصورة؟ مستعار للرهن، يعني في الرهن اليد يد أمانة. فإذن الراهن يعني الدائن ليس المدين. فإذن هنا مدين حتى للدائن الرهن، ثم هذا الراهن لا هذا المرتهن، مرتهن يعني هذا الدائن عنده رهن، هذا رهن مال المدين، وهذا الدائن أعار هذا الرهن لآخر وهو يعني المستعير، هل يضمن لا يضمن؟ لماذا؟ لأن المرتهن لا يضمن يعني الدائن لا يضمن، لذلك هذا المستعير من الدائن أيضا لا يضمنه. وكتاب موقوف على المسلمين، مثلا استعاره فقيه فتلف في يده من غير تفريط لأنه من جملة الموقوف عليه. ماذا؟ مثال لقوله من هو الموقوف عليه، وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة أو الموقوف عليه. فإذا كأنه ذكر مثالا لهذا الموقوف عليه، كتاب موقوف على المسلمين مثلا استعاره فقيه
فتلف في يده، هل يضمن لا يضمن؟ كيف تلف من غير تفريط؟ نعم، في هذه عند عدم الضمان في هذه الصور كلها يشترط عدم الضمان بعدم التفريط، لو كان التفريط يضمن في كل صور. وهنا هذا الفقيه لا يضمن، لماذا؟ لأنه من جملة الموقف موقوف عليهم. نعم. ثم فرع، لو اختلف في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره، يعني المالك المستعير والمعير كلاهما اختلفا، فإذا المستعير يدعي طبعا أن التلف بالاستعمال المأذون فيه فلا يضمن، لكن المعير يدعي بأنه ليس بالاستعمال المأذون فيه بل بغيره فإذا يضمن. هكذا اختلاف، من يصدق؟ صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني رحمه الله. لماذا؟ لأن الأسر في العارية الضمان. فإذا هذا يرجع هذا الخلاف إلى هل يوجد الضمان أو لا يوجد الضمان، بناء على قول المعير يبقى الضمان، بناء أو لو صدق المستعير اندفى الضمان. ما هو الأصل؟ الأصل الضمان في العارية. فإذا دعوى المعير يوافقه، لذلك يصدق حتى يثبت مسقطه، يعني الأصل في العارية الضمان إلى متى؟ حتى يثبت مسقطه، حتى يثبت مسقطه، حتى يثبت مسقط الضمان. نعم، وهنا لم يثبت بل فيه الخلاف، لذلك يبقى على الأصل. نعم. ثم ويجب عليه، أي على المستعير، مؤونة رد. ويجب عليه مؤونة رد، فإذا هذا يجب عليه الرد، هذا مسألة بخلاف مسألة الإعارة، إجارتنا، في مسألة إجارتنا، في الإجارة لا يجب عليه الرد، ولا يجب عليه، يعني على المستأجر مؤونة الرد، بل يجب عليه التخلية فقط. أما هنا ليس كذلك، بل يجب عليه الرد، يجب عليه مؤونة الرد أيضا. للمعاري على المالكي ويرد على المالك، وخرج من مؤونة الرد مؤونة المعاري، مثلا نفقة كسوة كل هذا، وهذا على المعير لا يكون على المستعير. فتلزم المالك، ماذا تلزم؟ يعني مؤونة المعار من كسوته نفقته كلها لازمة على المالك، لأنها من حقوق الملك، يعني مؤونة المعار نفقة المعار ليس من حقوق الإعارة بل هي من حقوق الملك، فالمالك يعني يجب عليه. وخالف القاضي رحمه الله فقال إنها على المستعير، يعني مؤونة المعار أيضا نفقة المعار أيضا على المستعير، هكذا ذكر الإمام القاضي، لكن الراجح خلافه. ثم وجاز لكل من المعير والمستعير رجوع. من هنا يبين مسائل فصل الإعارة، هنا ذكر أن في الحاشية إجمالا المسائل التي يجوز فيها الفصل والذي لا يجوز فيه الفصل، يعني هو قسم العقود إلى ثلاثة أقسام، عقد جائز وعقد لازم. نعم، هنا ذكر صاحب الحاشية العقود مقسما لها على ثلاثة أقسام، قسم يعني
لازم من الطرفين وقسم جائز من الطرفين وقسم ذلك لازم من طرف ولازم جائز من طرف آخر. اللزوم معناه لا يجوز الفسخ والرجوع، أما الجواز يعني يجوز الفسخ والرجوع بدون سبب يعني على خياره. ثم قال هو قال تنقسم، واعلم أن العقود التي يعتبر فيها عاقدان تنقسم ثلاثة أقسام، أحدها جائز من الطرفين فلكل من العاقدين فسخه وهو العارية، أولا العارية والوكالة والشركة والقراض والوديعة والجعالة قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل تمامه، يعني لو كان هذا فسخ الجعالة بعد الشروع في العمل ينبغي أن يكون قبل تمامه. ثم والوصية للغير بشيء من الأموال وغير ذلك كالرهن قبل القبض والهبة كذلك، وهذه العقود كلها جائز من الطرفين فقط، لذلك يجوز لكل واحد منهما الرجوع في هذه العقود وفسخها. ثم الثاني لازم، القسم الثاني لازم منهما من الطرفين فليس لأحدهما فسخ بلا موجب يقتضيه، هذا معنى قول اللزوم. فإذا معنى الجواز هذا جواز الفسخ بلا موجب يقتضيه، كعيب هذا موجب يقتضي مثاله عيب، فإذا لأجل العيب يجوز الفسخ، هذا مثال. ما هذه العقود؟ وهو البيع والسلم بعد انقضاء الخيار والصلح والحوالة والإجارة والمساقات والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع، ثم والوصية بعد موت وغير ذلك كالنكاح والخلع، كل لا يجوز الفسخ بلا سبب موجب. ثم الثالث جائز من أحدهما وهو الرهن بعد القبض بالإذن، فإنه جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن، فإذن لا يجوز للراهن فسخه ولا رجوعه بل يجوز للمرتهن فسخه. والضمان يعني الضمان الكفالة، الضمان بالعين أو يعني بدني هكذا بينا، أو بالدين ذكرنا أنواع الأنواع الثلاثة للضمان، فإنه جائز من جهة المضمون له لازم من جهة الضامن. ثم والكتابة فإنها جائزة من جهة المكاتب لازمة من جهة السيد، وهبة الأصل لفرعه بعد القبض بالإذن وهكذا. فإذن من الجائز من الطرفين هذا عقد الإعارة، لأجل ذلك ذكر المصنف وجاز لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة. فإذن هذا جواز بالنسبة للمؤقتة قبل فراغ المدة، ما بعد فراغ المدة يعني تمت الإعارة. ثم حتى في الإعارة للدفن ميت قبل مواراته بالتراب، يعني رجل استعار أرضا لدفن ميته، هل يجوز للمعير الرجوع؟ نعم يجوز، لكن بشرط، متى؟ قبل مواراته، يعني قبل مواراة ستر الميت بالتراب. فإذن وضع الميت في القبر وقبل ستره بلوحة حجر يجوز له الرجوع، أما لو أراه بالتراب فلا يجوز. نعم، ولو بعد وضعه في القبر، نعم لا بعد المواراة، لو تمت المواراة ثم بعد ذلك لا يجوز الرجوع إلى متى؟ حتى يبلى، حتى البلاء
لا يجوز. ثم ولا رجوع لمستعير حيث يلزمه الاستعانة، هذا مسألة أخرى. ذكر حتى يبلى بأن يصير ترابا فيرجع حينئذ بأن يكون إذن له في تكرير الدفن، وإلا فالعارية انتهت. يعني هذا الرجوع يعني يتصور أين عند بقاء العارية. فإذا رجل استعار أرضا لدفن ميته ثم دفنه وبلي هذا الميت، إذن كيف يتصور الرجوع؟ هذا يتصور الرجوع عند الإعارة لتكرير الدفن. إذن أولا دفن ميتا ثم بعد ذلك بلي صار الميت ترابا، ثم أني وهو يرجع عن تكرير الدفن، هذا هو الرجوع. ثم هذا هو الشرط، يعني هذا بلاء الميت هو الشرط. فإذا هذا لا يتحقق في النبي والشهيد وهكذا. يعني هناك أموات لا تبلى جثثهم، لا تصير جثثهم في القبر. ذكر في الحاشية قضيته امتناع الرجوع مطلقا في من لا يندرس حتى يبلى أي يندرس، هكذا ذكر. ثم بعده قال ابن قاسم قضيته امتناع الرجوع مطلقا فيما لا يندرس. من هو من لا يندرس؟ مثاله كالنبي والشهيد. ثم ذكر أن ونحوهما من كل من لا تأكل الأرض جسده. بالنسبة إلى استعارة الأرض لدفن ميت هؤلاء لا يجوز الرجوع. إذن من في معناهما، معنى النبي والشهيد، هذا الشمس البرلسي يعني نلمه هنا ستة بقوله عبدت الأرض أن تمزق لحم الشهيد وعالم ونبي وكذا قارئ القرآن، ومن أذن لله حسبة دون شيء. إذن الشهيد العالم النبي قارئ القرآن ثم المؤذن حسبة بدون شيء، يعني بدون أجرة ومقابلة. هكذا يعني خمسة. لو كانت الإعارة في دفن جثث هؤلاء لا يجوز. فإذا هذه المسائل كأنها مستثنى من قوله وجاز لكل رجوع. ثم ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المعير. ولا يجوز للمعير في سفينة، يعني رجل أعار سفينته ثم رجل ذهب بسفينته، فإذا سفينة صارت في اللجة وفيها متاعه، متاع المستعير. فإذا لو رجع في هذه الحالة، يعني المعير رجع عن في إعارته في هذه الحالة، يجب على المستعير تخلية السفينة من أمتعته. هو ماذا يفعل بأمتعته داخل اللجة؟ فإذا تعذر هذا، لأجل ذلك لا يجوز في هذا الوقت. لكن هناك بحث ابن الرفع رحمه الله، وبحث ابن الرفع أن له الأجرة لمن المعير، يعني هذا رجل أراد أن
يرجع. فإذا وهو يرجع ثم من وقت رجوعه ينظر كم أجرة المثل. هذا يجب على المستأجر أجرة المثل. نعم هذا سورة. وفي ولا في جزع لدعم جدار مائل بعد استناده. رجل استعار جذعا، جذعا يعني هذا اصل النخلة. لماذا؟ للدعم، دعم يعني استناد جدار مائل بعد استناده، بعد استناد الجدار لا يجوز. لماذا؟ لو أخذ من ذلك المكان ويسقط هذا الجدار، لذلك لا يجوز. وهناك أيضا الأجرة، وله الأجرة من الرجوع، يعني من وقت الرجوع. نعم. ولو استعار للبناء أو للغرس أو الغرس لم يجوز له ذلك إلا مرة واحدة. فلو قلع ما بناه أو غرسه لم يجوز له إعادة إلا بإذن جديد، إلا إذا صرح له بالتجديد مرة أخرى. نعم. لو استعار للبناء، رجل استعار أرضا للبناء أو استعار أرضا للغرس ثم غرس أو بنى، لم يجوز له ذلك إلا مرة. هذا البناء والغرس مرة واحدة فقط يجوز، مرة واحدة. فلو قلع ما بناه، قلع القلع يعني هذا شامل للهدم، أيضا إما هدم أو قلع، أو إن هدم هكذا ما بناه أو غرسه، يعني قلع ما غرسه، هل يجوز له إعادته؟ لا يجوز له إعادته، يعني الإعارة المطلقة لمرة واحدة فقط. لم يجوز له إعارة إلا بإذن جديد، هو يستأذن يعني أو هو يعقد عقد الإعارة مرة ثانية، إلا إذا صرح له بالتجديد مرة أخرى، يعني لو صرح بالإعارة الأولى بالتكرير يجوز له التكرير، وإلا لا يجوز له التكرير والإعادة. ثم ولو فروع. نعم. لو اختلف مالك عين والمتصرف فيها، كان قال المتصرف أعرتني، فقال المالك بل أعجرتك بكذا، صدق المتصرف بيمينه إن بقيت العين ولم يمل مدة لها أجرة، وإلا حلف المالك حلف المالك واستحقها، كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي فأنكر المالك. نعم. أو عكسه. هذا بعض الاختلافات في هذا الفروع، يبين المصنف الاختلافات. فإذا اختلف مالك عين والمتصرف بها، هذا صورة الاختلاف. كان قال المتصرف أعرتني، يعني هذا العين كانت عندي عارية، لذلك تصرفت فيها بمقتضى الإعارة. فقال المالك بل أجرتك بها، صدق المتصرف. فإذا لو كان إجارة يجب على المتصرف الأجرة، وقال أجرتك بكذا، لو كانت إعارة لا يجب عليها شيء، عليه شيء على المتصرف بها. إذن هذا المالك يدعي للأجرة. نعم. صدق المتصرف بيمينه متى؟ إن بقيت العين ولم تمل مدة لها أجرة. لو كان هذا الاختلاف قبل مضي مدة لها أجرة، فإذن إما لم يمل شيء من المدة أو مضى مدة لكن لا يكون لها أجرة، يعني لا تقابل بأجرة، عندئذ يصدق المتصرف بيمينه. وإلا يعني لو مضت مدة لها أجرة، أو يعني ما بقيت العين بل هلكت، عندئذ المالك يحلف.
ثم واستحقها، من يستحق المالك يستحق الأجرة، استحقها يستحق الأجرة. نظيره كما لو أكل طعام غيره، رجل أكل طعام غيره وقال كن ذا بحته، وهو بعد الأكل اختلف مع مالك الطعام، فما فهذا الأكل قال أنت أبحتني لأبحته لي، لأجل ذلك أنا أكلت. الإباحة بدون مقابلة. وأنكر المالك، مالك أنكر، هو أن يقول ما أبحتك، لو كانت إباحة فلا يضمن، هذا تم أكل الطعام لذلك هلك. فإذا لو كان هذا الأكل بدون إباحة يضمن، فإذا المالك يدعي للضمان، وهذا الأكل يدعي لبراءة ذمته عن الضمان. نعم هكذا. أو عكسه، أو عكسه، عكس أي شيء مجرور معتوه على مجرور الكاف من قوله كأن. هنا هذا كأن قال المتصرف أعرتني، فإذا هذا عكس ذلك الدعوة. عكسه معتوف على أن قال المتصرف، كأن قال، فإذا كعكسه. عكس كيف يكون؟ بأن قال المتصرف آجرتني بكذا، وقال المالك بل عرتك واللين باقية، صدق المالك بيمينه. فإذا لو كان الإجارة لا يضمن، إجارة فيه ضمان، في الإجارة أجرة، ثم في الإجارة ليست أجرة، المتصرف قال آجرتني بكذا، فإذا يكون علي أجرة لا يكون علي ضمان، هذا أني مفاد دعواه. المالك يقول بل عرتك، يعني عليك ضمان لا ليس عليك أجرة، هكذا. واللين باقية، ما هلكت اللين، إذن صدق المالك بيمينه. ثم سورة أخرى، ولو أعطى رجلا حانوتا ودراهما أو أرلا وبذرا، رجل أعطى لآخر حانوتا ودراهما، يعني دكانا ودراهما، نقود مال، أو أعطى أرلا وبذرا، ثم ماذا قال؟ قال اتجر. هذا في السورة الأولى، أعطى حانوتا ودراهم وقال له اتجر، أو ازرعه، هذا في السورة الثانية، أعطى أرلا وبذرا وقال له ازرعه فيها، في هذه الأرض لنفسك، هكذا أضاف، اتجر فيها لنفسك، وقال ازرعه فيها لنفسك، فالعقار عارية وغيره قرض على اللوزه لاهبة. نعم، إذن هناك شيئان، منقول وغير منقول، يعني حانوت وأرض كلاهما عقاران، عقار، ثم درهم وبدر كلاهما غير عقار، إذن ما حكمهما؟ فالعقار يعني من حانوت وأرض، هذا العقار عارية، غيره يعني درهم وبدر كلاهما قرض على اللوجه. نعم، لاهبة خلافا لبعضهم، بعض قال يعني هذا هبة، الخلاف في غير العقار فقط. ويصدق في قصده، يعني المعطي يصدق في قصده، ولو أخذ كوزا، هذا مسألة أخرى، يصدق في قصده معناه ممكن هو يدعي بعده أنه وهبه، أنه كان هبة ليس قرلا، فإذا يصدق. ولو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده، فإن طلبه مجانا لمنه دون الماء، أو بعبل والماء قدر كفايته فعكسه. هذا صورة، رجل أخذ كوزا من سقاء الذي يسقي الماء، يؤتي الماء، لماذا
أخذ الكوزة ليشرب منه، ليشرب من هذا الكوز أخذ، فوقع من يده كوز وقع على الأرض وانكسر، إما وقع وانكسر قبل شربه أو بعده، هذا تعميم. ثم فإن طلبه، يعني هذا الآخذ طلب الكوز من سقاء مجانا وقال له اسقني، هذا الطلب كان مجانا، سقي الماء كان مجانا، ليس على يعني بيع شراء هكذا. ضمنه يعني يضمن الكوزة، دون الماء لا يضمن الماء. عندما سقط قبل الشرب ماذا؟ انكسر الكوز وفقد فاط الماء، وإذا هل يضمن الماء؟ لا يضمن الماء. كيف ضمان الماء؟ يعني بقيمته أو بعوض، لو طلبه بعوض، والماء قدر كفايته. قدر كفايته معناه ليس أكثر من قدر كفايته بل هو قدر كفايته، فعكسه معناه لا يضمن الكوزة بل يضمن الماء. نعم، فإذا هو يأتي هذا العوض. نعم. ثم ولو استعار حليا، هذا مسألة أخرى، رجل أو امرأة أيا كان استعار حليا، ثم وألبسه بنته الصغيرة، هذا الحلي ألبسه المستعير لمن؟ لبنته الصغيرة، ثم أمر غيره بحفله في بيته، ثم أمر غيره بحفله يعني بحفل الحلي في بيته في بيت الغير. إذن ما معنى ثم أمره؟ بعد الإلباس أمره، وهو كيف يحفظه؟ يعني بعد نزعه من الصغيرة. فإذا هذا الرجل المستعير أمر غيره أن ينزع هذا الحلي من هذه البنت الصغيرة ويحفظه في بيته، ففعل المأمور فعل هكذا، فسرق من بيته، سرق الحلي، غرم المالك، غرم المالك المستعير. فإذا بالنسبة إلى المالك يضمن يغرم المستعير، لكن وهذا المستعير هل يرجع على الغير الذي حفظه في بيته؟ نعم، هذا الذي يقول ويرجع على الثاني إن علم أنه عارية. نعم، لو كان يعلم أن هذا الحلي كان عارية وهو يضمن، وإن لم يعلم أنه عارية بل أنه للعامل لم يضمن. نعم. ثم ومن سكن دارا مدة بإذن مالك أهل، يعني أهل للإذن، ليس الصبي ولا السفيه هكذا بل هو بالغ رشيد هكذا، يعني بإذنه سكن مدة، هذا شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، هذا مدة شرطة عشر سنوات كم كان، وهما طالت المدة، ولم يذكر له أجرة، يعني عند الإذن هل ذكر له أجرة؟ لم يذكر له أجرة، لم تلزمه، لا تلزم الأجرة. لماذا؟ سبق أن بينا الأجرة لازمة بالشرط فقط، وهنا لم يشرط الأجرة لذلك لا تلزم. ثم يبقى شيء مهمة، قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصعب، يعني هذا مصلحة مسألة إصلاح الخطأ في الكتب في الكتاب المستعار أو في الكتاب الموقوف أو في المصحف، ماذا حكم هذا إصلاح الخطأ؟ هذا الذي يذكر العبادي وغيره قال في كتاب، هذا كتاب مستعار يعني معار، رأى فيه خطأ، المستعير رأى في هذا الكتاب خطأ لا يصلحه، يعني لا يجوز له إصلاحه إلا المصحف، لو كان هذا مصحف فيجب،
ليس جائزا بل واجب. نعم يجب عليه الإسلام. قال شيخنا: والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيئا إلا إن ظن رضا مالكه به. نعم. فإذا كان هذا يعني قول شيخنا كأنه قيد لما ذكر العبادي وغيره. هما قال لا يصلح يعني مطلقا هكذا قال بالاطلاق، لكن ابن حجر رحمه الله كأنه قيد لا يصلحه إلا إن الله ظن مالكه به. فإذا لو ظن رضا مالكه بهذا الإصلاح يصلحه وإلا لا يصلح هكذا. وإنه يجب إصلاح المصحف هذا أيضا. وأنه نعم الذي يتجه أن المملوك لا يصلحه، ثم وأنه يجب إصلاح المصحف هذا كما ذكر العبادي وغيره. لكن هناك أيضا قيد يعني ذكر العبادي مسألتين بالاطلاع. فإذا ابن حجر رحمه الله قيدهما في الأول القيد ظن رضا مالكه يجوز، في الثاني هذا لكن إن لم ينقصه خطه لرضاءته. لو كان خط هذا المستعير ينقص المصحف فلا يجوز له إصلاحه. لماذا ينقص؟ لرضاءته، هذا خطه رديء لأجل ذلك ينقص. فإذا لا يصلح إلا يصلح. ثم وأن الوقف يجب إصلاحه إن تيقن الخطأ فيه. والذي هذا بقية ما ذكر ابن حجر رحمه الله. وأن الوقف يعني الذي يتجه أن الوقف يجب إصلاحه. فإذا الوقف هو محترز قوله المملوك، أولا قال أن المملوك غير المصحف، وأن الوقف هنا أطلق سواء كان مصحفا أو غير مصحف. أيا كان الوقف يجب إصلاحه متى؟ إن تيقن الخطأ فيه. هذا كل لو وجد خطأ في صلب الكتاب أو في صلب المصحف. ما أن كتابة الحواشي في الهامشي هذا لا يجوز أصلا. رجل استعار كتابا مملوكا لآخر أو موقوفا، لا هل يجوز يعني لا يجوز كتابة الحواشي. ثم فرغ من مسألة الإعارة. ثم مسألة يعني مسائل الغصب.